بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، في الحصة الماضية لقد أنهينا الدرس بتمرين تطبيقي. أرجو أن تكونوا قد أنجزتموه لتطبيق القاعدة. والآن هذا التمرين سننجزه ليكون بمثابة مراجعة لما جاء في الدرس السابق، وهو نفس درس اليوم، الموافقة بين التاريخ الهجري والميلادي، إلا أنه تعلق باستخراج الميلادي من الهجري. التمرين: ما هي السنة الموافقة لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والمعلوم أنه توفي عليه الصلاة والسلام 11 هجرية. القاعدة، لنتذكر معا القاعدة. القاعدة: السنة الميلادية كيف نستخرج السنة الميلادية من العام الهجري؟ يساوي العام الهجري، نطرح منه عدد الازدلافات. ونضيف إليه الزائد. وقد كنا عرفنا ما المقصود بالازدلاف، وقلنا هو العام العربي الذي لا يدخل فيه فاتح يناير. وقلنا بأن السنة الميلادية، السنة الهجرية، ازدلافها 33. إذن السنة الميلادية التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، العام الهجري 11 ناقص عدد الازدلافات. 11 على 33، الخارج صفر، زائد الزائد. ما المقصود بالزائد كما مر في الدرس السابق؟ هو عدد السنوات الميلادية التي تزيد عن الأعوام الهجرية، وهو 622. إذن 11 زائد 622 كتساوي لنا 633 ميلادية. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عام 11 هجرية، والموافق ل 633 ميلادية. بالنسبة للمثال الثاني، وهو السنة التي توفي فيها الإمام مالك رحمة الله عليه، كما سبق السنة الميلادية يساوي 179، أي السنة الهجرية التي توفي فيها الإمام مالك، نطرح منها عدد الازدلافات، وعدد الازدلافات هي 179 على 33 زائد 622 يساوي 179 ناقص 5، عدد الازدلافات 5 زائد 622. إذن 179 ناقص 5 يساوي 174 زائد 622 يساوي 4 زائد 2 6،
7 زائد 2 9، 1 زائد 6 7. إذا السنة التي توفي فيها الإمام مالك الميلادية هي 796. إذا هذا كان مراجعة للدرس السابق وإنجاز للتمرين التطبيقي. اليوم كما سبق في الوضعية وضعية الدرس السابق أن منصف لا يعرف كيف يستخرج الميلادي من الهجري ولا العكس، ولا العكس وهو درس اليوم استخراج الهجري من الميلادي. نقرأ النظم. قال العلامة إدريس العلمي رحمه الله: وإن تريد عكسا، ما المقصود بالعكس؟ أي استخراج الهجري من الميلادي. إذا مدلولات الألفاظ، مدلولات الألفاظ والعبارات: عكسا، ما المقصود بعكس؟ وإن تريد عكسا، إذا عكسا الهجري من الميلادي، لأن الدرس السابق كان الميلادي من الهجري. لذلك يا فهيم حط، ما المقصود بحط؟ حط من الميلادي، إذا حط أي انقص واطرح، انقص وطرح من الميلادي زائدا متم. الزائد كما سبق التعرف عليه في الدرس السابق هو 622 سنة. وقسم الباقي كبازدلاف ميلادي، بازدلاف ميلادي، ميلادي. والازدلاف الميلادي، الازدلاف الهجري كان 33، والآن الازدلاف الميلادي هو 32، لأن عدد سنوات 32 ميلادية فيها 33 سنة هجرية. لماذا؟ لزيادة السنة الهجرية عن الميلادية ب11 يوما. ثم ضممنا، ضممنا، يقول الناظم: ثم ضممنا ذلك الباقي إلى ناتج، أي اجمع، اجمع إلى ناتج قسمة مرادك انجلى، انجلى أي ظهر، ظهر. إذن هنا ما مضمون هذه الأبيات؟ وإن تريد عكسا لذاك يا فهيم حط من الميلاد زائدا متم، وقسما باقيك بازدلاف ميلادي تنجو من الخلاف، ثم ضممن ذلك الباقي إلى ناتج قسمة مرادك انجلى. إذا الناظم هنا يبين لنا قاعدة استخراج الهجري من الميلادي. إذا مهارة التحليل. المحور الأول: طريقة استخراج الهجري من الميلادي. نتبع الخطوات التي أشار إليها الناظم. الخطوات العملية: الخطوة الأولى، وإن تريد عكسا لذاك يا فهيم حط من الميلاد زائدا. إذا
إذن حط من الميلاد زائدا. الخطوة الأولى طرح الزائد من السنة الميلادية. طرح الزائد من السنة الميلادية. ما المقصود بطرح الزائد من السنة الميلادية؟ نحن عندنا السنة الميلادية، نريد استخراج العام الهجري، نطرح الزائد أي السنة الميلادية التي نريد استخراج منها العام الهجري ناقص 122 وهو الزائد. الخطوة الثانية، وإن تريد عكسا لذاك يا فهيم، حط من الميلاد زائدا متم وقص من باقيك، أي ما بقي عن الطرح بازدلاف ميلاد. إذن قسمة الباقي من الطرح على الازدلاف. وازدلاف السنة الميلادية كما قلت 32 سنة. إذن بازدلاف ميلاد تنجو من الخلاف، ثم اضممن ذلك الباقي. يعني هنا باقي القسمة من الطرح، قسمة الباقي من الطرح أي السنة الميلادية ناقص 122 على الازدلاف وهو 32. ثم ضممن أي الخطوة الثالثة، ضممن أي اجمع ذلك الباقي إلى ناتج قسمة مرادك انجلى. الباقي يعود على ماذا؟ على حط من الميلاد زائدا متمة، أي جمع الباقي إلى ناتج قسمة الباقي على الازدلاف. إذن القاعدة هي السنة العام العام الهجري يساوي السنة الميلادية نطرح منها الزائد و 622 نقسم الفرق على الازدلاف وهو 32 زائد الفرق أي السنة الميلادية ناقص 622. إذا ننتقل إلى مثال تطبيقي لتطبيق القاعدة. ننتقل الآن إلى المحور الثاني وهو تطبيق القاعدة. ما هي القاعدة؟ قاعدة استخراج الهجري من الميلادي. مثال: ما العام الموافق ل 2020 ميلادية حتى يسهل فهم التمرين. إذن قلنا، نذكر بالقاعدة، القاعدة هو أن العام الهجري يساوي السنة الميلادية ناقص الزائد وهو 622 قسمة 32 زائد
السنة الميلادية ناقص 122. إذا الخطوة الأولى لإنجاز هذا المثال، الخطوة الأولى قلنا طرح الزائد من السنة الميلادية، أي 2020 ناقص الزائد وهو 622. 10 ناقص 2 8، 12 ناقص 3 9، 10 ناقص 7 3، و2 ناقص 1. إذا الخارج هو 1398. ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي قسمة الباقي من الطرح على الاستلافي. الباقي من الطرح عندنا هو 1398 يقسم على الاستلاف. ماذا يساوي؟ يساوي 43. الخطوة الثالثة جمع الباقي إلى ناتج قسمة الباقي على الاستلاف. جمع الباقي هذا إلى ناتج قسمة الباقي على الاستلاف هذا. إذن 1398 زائد 43 يساوي 8 زائد 3 11، نكتب 1 ونحتفظ ب1. 9 زائد 4 13، 1 14، 3 1 4 1. إذن السنة الموافقة ل 2020 هي هجرية 1441 هجرية، 2020 ميلادية توافق 1441 هجرية. نعيد الخطوات، خطوات طريقة استخراج الهجري من الميلادي. أول شيء نطرح الزائد من السنة الميلادية. عندنا سنة ميلادية نبحث عن موافقها في الهجري، نطرح الزائد من السنة الميلادية. بعد ذلك كما فعلنا هنا لدينا سنة ميلادية 2020 ناقص الزائد، هذا يسمى بالزائد، يساوي 1398. خطوة ثانية، هذا الخارج نقسمه على الازدلاف، وازدلاف السنة الميلادية 32 يساوي 43. هذا الخارج مع هذا الباقي مع هذا الخارج نجمعه فيعطينا الموافق، أي السنة الهجرية. تمرين تطبيقي، ما هو العام الهجري الموافق لأعظم حدث عرفه التاريخ المغربي، وهي حدث المسيرة الخضراء الموافق ل 1975 ميلادية؟ المرجو إنجاز هذا التمرين لمحاولة فهم الدرس، وإلى فرصة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.